ومعنا مباشره من اسطنبول السيد العقيد ركن حاتم الفلاحي المحلل العسكري. مرحبا بك سيد العميد ركن حاتم الفلاحي. بدايه يعني ما اهميه معركه تل عفر؟ لماذا قد اخر حسمها لما بعد الموصل مع انها وصفت بمعركه موصل الصغرى؟ نعم، مساء الخير لك ولمشاهدي قناه الرافدين. معركة تل عفر تم تأخير الحسم لأسباب متعددة. أولا أن القوات العسكرية الحكومية كانت منشغلة بمعركة اللي هي معركة الموصل، وهذه المعركة تحتاج إلى قطاعات كبيرة جدا، إضافة إلى أنه المناطق الأخرى من العراق كانت مناطق غير مستقرة مثل محافظة الأنبار أو محافظة صلاح الدين، وبالتالي لا يمكن تحقيق أو تحريك قطاعات عسكرية إلى هذه المدينة لغرض استعادتها، لأن هناك اعتراضات كبيرة جدا. هناك اعتراضات من قبل تركيا على أن ميليشيات الحشد يجب أن لا تشترك في معركة استعادة تل عفر، وكانت هناك بعض التوصيات من قبل الحكومة ومن قبل قوات التحالف الدولي بأن الحشد يقوم بعملية التطويق على أن لا يدخل إلى مدينة تل عفر. إذن هي بؤرة لصراع إقليمي كان ما بين تركيا وما بين إيران في هذه المنطقة، كون هناك طائفة شيعية في مدينة تل عفر، وهذه مدعومة من قبل الحكومة ومدعومة من قبل إيران ومدعومة من قبل الحشد الشعبي، إضافة إلى أن هناك طائفة سنية تركمانية. هذه الطائفة طلبت الحماية من تركيا إذا ما أرادت ميليشيات الحشد بالدخول إلى هذه المدينة، وبالتالي كان هناك صراع كبير جدا في مدينة تل عفر حاولت الحكومة أن تتجنبه في تلك الفترة لحين استعادة مدينة الموصل لتحريك القطاعات العسكرية لغرض الدخول إلى مدينة تل عفر. إضافة إلى هذا بأنه مدينة تل عفر تحتل أو لها أهمية استراتيجية كبيرة جدا. هذه المدينة لها بعد اقتصادي ولها بعد سياسي، إضافة إلى أن هذه المنطقة هي منطقة تعتبر عقدة مواصلات مهمة، فهي تصل إلى 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 الموصل وتصل إلى أطراف صلاح الدين وتصل إلى باتجاه محافظة الأنبار وباتجاه سوريا. إذن هذه المنطقة هي منطقة مهمة جدا بالنسبة لتنظيم الدولة، وكان يستخدمها كعقدة مواصلات لغرض التنقل إلى بقية المناطق. إضافة إلى هذا بأن هذه المناطق تعتبر من أولى المناطق التي سقطت بها تنظيم الدولة في الفترة السابقة، لذلك تأخر الحسم لحد هذه الأيام. ما يخص يعني الأهمية الإقليمية لهذه المدينة وقضاء تل عفر، تركيا صرحت أكثر من مرة بأهمية تل عفر بالنسبة لها، يعني ماذا عن سيطرة إيران ومن أمامها ميليشيا الحشد على تل عفر؟ نعم، لا شك تركيا منذ البداية كان هناك تصريح للرئيس التركي بأنه إذا ما أرادت ميليشيا الحشد أن تدخل إلى مدينة تل عفر فلن تقف تركيا مكتوفة الأيدي، وسيكون هناك تدخل تركي، وقاموا بتحريك عدد من القوات على الحدود العراقية في منطقة سيلوبي العراقية التركية. إضافة إلى هذا بأن إيران تعتبر مدينة تل عفر هي أهم من مدينة الموصل استراتيجيا بالنسبة لإيران، كون هذه المنطقة تعتبر منطقة استراتيجية للطريق الحرير الإيراني الذي ينطلق من الحدود الإيرانية باتجاه مناطق ديالة ثم وصولا إلى الحضر ثم وصولا إلى منطقة تل عفر باتجاه الحدود السورية وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي كانت لها أهمية كبيرة جدا. إضافة إلى هذا بأن هذه المنطقة تعتبر بالنسبة لإيران مهمة جدا كونها تعتبر موطأ قدم باتجاه مناطق كردستان العراق. إضافة إلى هذا بأن هناك البكك التي تتواجد في سنجار التي على مقربة من مدينة تل عفر، هذه المنطقة تعتبر منطقة آوت كثير من القيادات التي كانت موجودة في جبال قنديل، وعندما تتم سيطرة تنظيم الدولة على مدينة سنجار دخلت كثير من هذه الأفراد هذه القوة إلى هذه المدينة، وبالتالي تشكل تهديد كبير جدا بالنسبة لتركيا. لذلك الأمور معقدة جدا في مدينة تل عفر وفي هذه المنطقة، وأعتقد بأنه إذا ما تمت استعادتها بطريقة صحيحة من قبل الحكومة العراقية ستكون بؤرة صراع مقبلة في المنطقة. طيب يعني الآن ما العوائق برأيك التي تحول دون اقتحام مركز القضاء، وماذا عن تنظيم الدولة؟ هل تعتقد أن يعني ما زال لديه قوة لحماية خط إمداده إلى شرقي سوريا؟ نعم، بداية أود أن أشير إلى أنه الحدود العراقية السورية تمتد لأكثر من 618 كيلومتر، وبالتالي هذه الحدود كبيرة جدا، يمكن لتنظيم الدولة أن يستخدم كثير من هذه المناطق لغرض الدخول باتجاه العراق أو الخروج، ولكن أعتقد بأنه هذه المناطق أصبحت الآن غير آمنة بشكل كبير جدا، أولا لتواجد قوات أمريكية في منطقة الشمال السوري وفي منطقة الجنوب العراقي في المثلث العراقي الأردني السوري، وبالتالي هذه المنطقة باتجاه التنف أصبحت أيضا مسيطرة عليها.
إضافة إلى هذا وجود الحشد الشعبي في مناطق متعددة من 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 منطقة أم جريص ومناطق أخرى على الحدود العراقية السورية. إذن أصبحت هذه المناطق كثير من المناطق تتواجد فيها قوات عسكرية، وبإمكان القوات أن تستخدم الطائرات المسيرة والطائرات المقاتلة والطائرات السمكية لمراقبة الحدود. نعم. إذن أصبحت عملية الدخول والخروج من هذه المناطق صعبة جدا. أما بالنسبة لمدينة تل عفر، فأنا أعتقد بأن المدينة الآن أصبحت مطوقة من جميع الجهات، والمسألة ستكون مسألة وقت بالنسبة للقصف التمهيدي وتكامل وصول القوات إلى هذه المنطقة لغرض البدء بعملية استعادة المدينة التي تعتبر من أكبر المدن الآن التي يسيطر عليها تنظيم الدولة قياسا بمدينة القائم وراوة وعانة وما تبقى من الشرقاط والحويجة. أمام هذه التطورات التي تفضلت بسردها يعني في تل عفر، كيف تفسر حدوث اشتباكات متقطعة حتى الآن في بعض أحياء الموصل القديمة؟ نعم، سبق وأن قلنا بأن معركة الموصل انتهت ولكنها لم تحسم لوجود أعداد من تنظيم الدولة في منطقة قلاعات ومنطقة الشهواني. كثير من المناطق التي دخلتها الحكومة العراقية لم تقم بعملية تطهير كامل للبنايات الموجودة هناك، وبالتالي يتواجد أعداد من تنظيم الدولة لا زالوا في هذه المناطق، لم يسلموا أنفسهم لا للقوات الأمنية ولا زالوا موجودين في هذه المناطق ويقومون بعمليات متقطعة هنا وهناك. هذه المسألة أعتقد إذا ما أرادت القوات العسكرية أو الحكومية أن تحسمها في هذه الفترة فإنها ستكون باهظة التكلفة بالنسبة لهم، وعليه فهم يتبعون أسلوب النفس الطويل في معالجة مثل هذه الجيوب المتبقية في مدينة الموصل. ولكن أنا أعتقد بأنه كأهمية استراتيجية لما تبقى في مدينة الموصل له ليس له أهمية كبيرة، لأنه بقي جيوب بسيطة في هذه المناطق، أعتقد بأن الوقت كفيل بإزاحة هذه الجيوب. طيب، في ظل هذه المعارك كيف تقرأ تصريحات قاسم سليماني الذي قال إن زج الحشد في الجيش الحكومي قد حوله إلى قوة توازي قوة ميليشيا حزب الله في الجيش اللبناني المندمج الآن؟ نعم، بالنسبة لسليماني هو ينظر إلى القوى المتواجدة في العراق أو القوى المتواجدة في لبنان أو القوات الأخرى المتواجدة في سوريا، جميعها تتبع إلى الحرس الثوري الإيراني، وبالتالي تعتبر هي أدوات من أدوات إيران في المنطقة. فلذلك عندما يتكلم بهذا الاتجاه، ونحن لاحظنا الاستعراض العسكري الذي جرى بملابس الحرس الثوري الإيراني، هي دليل واضح على أنه ما يجري في المنطقة هو عبارة عن صراع أو عبارة عن مشروع كبير جدا تديره إيران في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن وفي مناطق أخرى من الوطن العربي. لذلك مسألة أنه سليماني يقول بأنه على غرار حزب الله، نعم هم يعملون على جعل ميليشيات الحشد الشعبي في العراق على غرار الحرس الثوري الإيراني وعلى غرار ما موجود في لبنان دولة داخل الدولة. وهناك تصريحات الآن لمهدي أبو مهدي المهندس يقول بأنه قد يتدخل الحشد في الفترة المقبلة إذا ما تمت السيطرة على الفساد، سيتدخل لغرض حسم ملف الفساد في العراق. وهذا دليل واضح بأنه الآن من يحكم ومن يتصرف في الأمور في داخل العراق هو الحشد الشعبي، هو صاحب الكلمة الأولى في العراق أمنيا وعسكريا وسياسيا. أيضا يعني ترافق مع تصريحات سليماني التصريح للعبادي مهم، تعهد بالإبقاء على الحشد. يعني ما الرسائل التي يريد العبادي إرسالها؟ لماذا يصر على الإبقاء على الحشد ومنح امتيازات أعلى مادية ومعنوية؟ وما الموقف الأمريكي تجاه ذلك؟ نعم، حقيقة الموقف الأمريكي غير واضح لحد هذه اللحظة، غير واضح لا باتجاه إيران ولا باتجاه ميليشيات الحشد. الموقف الإيراني متأرجح بشكل كبير جدا، الموقف الأمريكي لديه ارتباطات ولديه توقيع اتفاقيات مع إيران فيما يخص الملف النووي الإيراني، وهذا الملف تتبعه كثير من الاتفاقيات فيما يخص العراق وفيما يخص سوريا وفيما يخص المنطقة، وبالتالي يجب على الطرفين أن تلتزم بما تم التوقيع عليه. والآن بدأت بعض التسريبات التي تصدر بأنه من الخارجية الإيرانية تقول بأنه الجانب الأمريكي لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه فيما يسمى بتوقيع اتفاقية الملف النووي الإيراني، وإذا لم يتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه فستكون لنا إجراءات أخرى وسيناريوهات أخرى تدار في المنطقة. لذلك أنا أعتقد أنه الموقف الأمريكي متأرجح وغير مستقر لا فيما يخص ميليشيات الحشد الشعبي، وبالتالي العبادي عندما يصرح بهذه التصريحات لأنه يعرف بأن المآل الآن الموجود في العراق هو يعود إلى هذه الميليشيات التي تتصرف في العراق
على اعتبار أنها هي التي تسيطر أمنيا وسياسيا وعسكريا. لذلك لا يمكن أن تدخل الدولة الآن في صراع مع هذه الميليشيات ما لم يكن هناك أدوات لغرض المعالجة. إضافة إلى هذا بأنه كثير من المناطق الآن لا زالت تحت سيطرة تنظيم الدولة، والدولة ليس بمقدورها الآن أن تخوض صراع مع هذه الميليشيات، فلا بد أن يستخدم حيدر العبادي هذا الكلام لغرض تهدئة الأوضاع لحين الانتهاء من مسألة تنظيم الدولة في العراق ومعرفة التوجه الحقيقي للسياسة الأمريكية في العراق والمنطقة. شكرا جزيلا لك السيد العقيد ركن حاتم الفلاحي المحلل العسكري من اسطنبول، شكرا لك.